وكيله الوزاره في الوادي الجديد. كلمها الاستاذ وجدي امبارح، قالت له روح اشتري لك حته ارض، روح خد ارض. وانت قال لك كلمتها امبارح الساعه 5 المغرب. تمام. انا لساتك في مصر، وانت بقالك قد ايه؟ 3 سنين، وبقالي سنه ما عبطتش. بتقول لي راح استلم ارض في الفرافره. انت قايل لي قعدتك في الشغل، ايه اللي قعدك لغايه دلوقتي؟ حد يقعد في الصحه؟ ايه اللي قعدك لغايه دلوقتي؟ راح استلم ارض في الفرافره 5 بدل ياخد لك قرض من السيسي. كلمت المحافظ سيادتك، بقول لسيادتك انا بقالي 3 سنين وسنه ما قبضتش، قال لي امشي. ايه اللي قعدك لغايه دلوقتي؟ كلمت الاذاعه الصبح.